أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف خلال النائب كميل شمعون رئيس حزب الوطني الأحرار. أهلا وسهلا فيك. مرحبا أستاذ كميل. ميشيل أبو نجم رئيس تحرير موقع التيار الوطني الحر. أهلا وسهلا فيكم. أستاذ كميل، دائما حدة الحرب بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان ترتفع وتنخفض. في اليومين الأخيرين تم اغتيال قائد كبير في حزب الله، اليوم وامبارح حزب الله يرد بوتيرة أعنف. شو عم بيصير بالجنوب وما هي قراءتك؟ فهل هذا المسار يعني يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب؟ في احتمال أكيد أنه تكبر الحرب وتتوسع، وشفنا أنه صار في ضربات إسرائيلية بمناطق مبتعدة عن جنوب لبنان، لكن منضل نتمنى أنه هالمساعي الخارجية ضل ماشي، أنه نحن من جماعة اللي ما بدنا هالحرب ورافضينا، وما حدا أساساً طلب رأينا بهالموضوع، وما حدا طلب رأي الحكومة اللبنانية أنه هالحرب هيدي اتخذ قرارها من طرف واحد بلبنان. وللأسف الشعب اللبناني اليوم بده يتحمل كل المصايب يلي ناتجة من هالحرب. لوين راح توصل الحرب ولمين بتخدم هالحرب؟ أكيد ما بتخدم لبنان وما بتخدم المصالح الوطنية. هل هي بتخدم القضية الفلسطينية؟ كمان بستبعد، لأنه ما تغير شيء بالنسبة لغزة وبالنسبة للقرار الإسرائيلي لضم قطاع غزة وإلى ما آخر. بقى ما بعرف صراحة، نحن اليوم مثل عم نلعب دور مثل مشاهد لجريمة كبيرة عم بتصير، إن كان بالداخل اللبناني أو إن كان بإسرائيل. هيدي كمجلس نواب وعضو مجلس نواب، نعم، قادرين تقولوا نحن عم نلعب دور مشاهد؟ يعني في حال أنتم لا تريدون الحرب كمجلس نواب، كفريق نيابي سياسي، نعم، شو عم تعملوا حتى على الأقل تمنعوا هذه الحرب؟ نحن مش قادرين نمنع الحرب. نحن عم نطلب من يلي أخذوا قرار بهالحرب يعني يتراجعوا قبل ما تكبر المصيبة، لأنه نحن كلبنانيين، كشعب لبناني، ما بنتحمل بقى ولا حروب ولا مزايدات على حسابنا وعلى ظهرنا. من غير شيء، أموالنا كلها اختفت من المصارف. يعني عشنا فترة 17 أو 20 سنة حرب، بس كان على القليلة هاللبناني عنده ندفة مدخول وشوية مصاري على جنب في حال صار مسار. اليوم اللبناني مجرد كليا من أمواله ومن حقوقه، وعم بيكون شاهد زور لحرب ما إله فيها. هذا اللي عم بنقوله علنا على صوت عالي، بس بدك مين يسمع. طيب أنتم اليوم ضد الحرب، لكن في حال شنت إسرائيل هذه الحرب الشاملة على كل الأراضي اللبنانية، تؤيدون، تقفون وراء حزب الله، أو شو بتعملوا؟ بدنا نحفظ روسنا. بأي معنى ما نحفظ روسنا؟ من مين بدك تحفظ راسك؟ من الإسرائيلي أو من الحزب؟ سوري يعني التعبير. من الضربات يلي ممكن تجي على لبنان. يعني شفنا بال 2006 بائحة الحرب توسعت يعني على كل لبنان. أوكي. طيب اليوم بنقول إنه أكيد بدك تحفظ راسك، بدك تشوف. يعني للأسف مستشفياتنا وضع رديء جدا، الوضع ما عنا بنى تحتية أبدا ولا شيء، ما عنا أي مقومات تنقدر نصد حرب. طيب في حال شو بيكون موقفكم؟ زيت الشيء ضحايا مثل كل الشعب اللبناني، ضحايا لحرب منا حرب. في حال شنت إسرائيل هذه الحرب، تحملون حزب الله المسؤولية أم تؤيدونه في مجابهة إسرائيل؟ إسرائيل بتكون ساعتها عم تنفذ هذا العدوان على لبنان. شو رح يكون موقفكم؟ موقفنا برجع بعد مثل هلا إنه نحن ضد فكرة الحرب بالأساس، وبعدنا متمسكين بهالرأي.
لأنه حرب ما بتخدم لبنان. لشو ليه بدنا ندخل بحرب ما بتخدمنا بشيء؟ طيب أستاذ ميشيل أبو نجم، رئيس تحرير موقع التيار الوطني الحر ومنسق لجنة الإعلام بالتيار كمان منسق على كل نحن على أبواب شو، على أي مفترق؟ مفترق حل دبلوماسي أم مفترق حرب أكبر؟ نحن أستاذ فادي واقفين على المفترقين، يعني ما في شك أنه مخاطر الحرب الشاملة شو ما كان حجمها وشو ما كان نوعية التصعيد فيها هي قائمة فعلا لعدة عوامل، أبرزها التهور أو الجنون الذي يحكم العقل الحاكم في إسرائيل والذي المحاصر بالأزمات الداخلية واللي شكلت 27 تهديد كبير للكيان الإسرائيلي، فعم بيجربوا قد ما فيهم إن كان بغزة أو إن كان بجنوب لبنان أن يهربوا إلى الأمام، وتحديدا أمام بنيامين نتنياهو الواقف أمام معارضة قوية على يساره من قبل الانتقادات اللي صايرة بصفوف وزرائه والعسكر والقيادات العسكرية والأمنية على اختلافها، من ميل اليمين المتطرف الديني المتمثل بسموتريتش وبن غفير وغيره، وهذا بشكل بالحقيقة مكمن الخطورة على لبنان وعلى فلسطين وعلى كل الجوار، على كل جوار إسرائيل بطبيعة الحال. ولكن في ذات الوقت هناك مساعي دبلوماسية لدى فرنسا، لدى الغرب، لدى الولايات المتحدة تسعى لأن يكون هناك تهدئة وألا تذهب إسرائيل إلى الحرب، خاصة أنه نحن بنعرف أنه اليوم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية اللي داخل بانتخابات بعدنا لحد هلأ ما بنعرف شو ممكن تكون نتائجها وشو ممكن تكون تداعياتها، تنشوف مرشحين أول شيء على الداخل الأمريكي والديمقراطية بلشوا يفكروا ببديل عن الرئيس الحالي وما إلى هنالك، مع ما يشكله أيضا إمكان فوز دونالد ترامب من تفكير لدى الدول وإعادة نظر بحساباتها كدول إقليمية بالشرق الأوسط والعالم العربي. فهذا كمان عم بيخلينا نفتح الباب أو نشوف محاولات للتهدئة، محاولات دبلوماسية. وكمان شفنا بالآونة الأخيرة زيارة لوفد من ألمانيا، ومعروف دور ألمانيا شو لعبت دور بالألفين في تحرير الجنوب وترتيبات ما بعد الألفين، أنه عم بيزور حرة حريك ويلتقي قيادات قبل أن نصل إلى الحل الدبلوماسي. فأنا عم أقول أنه نحن نقف أمام مفترقين، نعم يعني مخاطر الحرب موجودة وأيضا مساعي التهدئة موجودة، نحن علينا أنه نحمي حالنا. من وضع لبنان في أمام هذا الخطر؟ بدي أحكيك بشكل موضوعي أكيد. وكمان من الـ MTV وما تمثل الـ MTV. أكيد مما لا شك فيه أنه نحن كتيار وطني حر موقفنا مختلف مع حزب الله في المبادرة إلى فتح جبهة الجنوب إسناداً لغزة، لأنه منشوف إسناد القضية الفلسطينية أولاً يجب أن يتم من داخل فلسطين، واثنين بيقدر لبنان يلعب أدوار سياسية دبلوماسية اقتصادية سقفية إعلامية معروف فيها وحتى فكرية بمواجهة الفكرة الإسرائيلية، بيقدر يلعب أدوار كبير بمواجهة إسرائيل. ولكن إذا بدنا نقول مكمن الخطر الحقيقي، تعال نفكر هيك بعقل بارد وشيلك من الصدامات اللي صارت خاصة بين الوجدان المسيحي مكمن الخطر وبين الأنظمة العربية يمكن من 58 لهلا. طب مكمن الخطر، ما فينا نقول انه الكيان الاسرائيلي بحد ذاته وانشاؤه بدعم من الدول الغربيه والذي يحتفظ بها لبنان بعلاقات ثقافيه وبعلاقات تاريخيه وما الى هنالك، مش هو مكمن الخطوره وعم بيوصلنا لهون انه ودى الى تهجير الفلسطينيين ابتداء من 48 عظيم ب 7 اكتوبر شو صار او ب 8 اكتوبر عمل تحديات كبيره على سياده الدول العربيه وعلى امن الدول العربيه، ما فينا ننكر هذا العامل طيب الاساسي. في مكمن للخطر اسمه اسرائيل. صح. اليوم من استقدم هذا الخطر؟ سؤال، هل حزب الله يتحمل مسؤوليه استقدام الخطر؟ ودائما اللبناني اليوم صار يا كنا عم نسأل رح نرد مصرياتنا أو لا، رح ننتخب رئيس أو لا، اليوم السؤال الكبير في حرب أو لا. صح. من استقدم هذا التساؤل، هذا الخطر، هذا الهاجس؟ ما كان في داعي ليكون في مشاركة عسكرية من جنوب لبنان بهيدا. أخطأ حزب الله في 8 حزيران، أخطأ في التقدير، يعني سوء التقدير، وهيدي تحدث عنها الرئيس العماد ميشيل عون أنه هناك في إحدى مقابلاته سوء تقدير، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومقابلته مبارح كمان على سكاي نيوز كرر الاختلاف مع حزب الله بموضوع المشاركة العسكرية دعما إلى غزة. ولكن هذا يجب أن لا يحجب عن نظرنا وعن تفكيرنا أنه إسرائيل هي التي تشكل التهديد الدائم، ولا أحد يضمن كمان بذات الوقت أنه إذا ربحت إسرائيل بغزة ما حدا بيقدر يضمن أنه كمان تهاجم لبنان، لأنه أي قوة على حدودها راح تخليها تحت وطئة
تهديد. يعني هذا بدنا نخليه براسنا على القليل إذا بدنا نعمل حوار جدي بين اللبنانيين تكون مرتكزات قائمة على هذا الموضوع. بتوافقوا هذا الرأي؟ بوافق أكيد. يعني في مكمن خطر اسمه خطر دائم؟ في خطر دائم أكيد. بس اللي اليوم حدا يخبرني أي دولة عربية فتحت جبهة على إسرائيل بالنسبة للي صار بغزة، أو على القليل جبهة عم بحكي عسكرياً. كل البلدان استنكرت يلي عم بيصير أكيد بغزة، بس البلدان العربية في شي بلد منهم فتحت الحرب على إسرائيل أو يعني على حدود إسرائيل؟ ما في حدا. يعني نحن ليش بدنا نكون دائما نحن كبش المحرقة بموضوع مثل هيدا؟ قضية فلسطين إلا من أيام النكبة من سنة 48. نحن أول ناس بلبنان، وعم بحكي بذكر الرئيس شمعون أول زعيم عربي بيدافع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الفلسطينيين. لكن هيدا شيء، ونجي نحن اليوم نعرض حالنا لخطر مباشر مثل عم بيصير اليوم، هذا يعني خطأ كتير كبير، وهذا خطأ بيورطنا بمشاكل ما بنخلص منها. نحن لبنان اليوم بحاجة إنه يتعافى من المشاكل الداخلية يلي عم بتصير فيه، تنرجع كمان نفوت بشؤون خارج نطاقنا. عن طيب عظيم. يعني التيار الوطني الحر بيعتبر ذات الخدمة، عم نحمل حالنا عظيم أكتر عظيم. ما نحن بحاجة يعني. عظيم. التيار الوطني الحر عم يحكي بذات الخطاب إنه ما كان لازم حزب الله يفوت، لكن في خطر، وأنتوا عم تحكوا بس في بذات تميز الخطاب. في تميز بالخطاب إنه نحن كمان بهمنا نحافظ على مكامن قوة لبنان، مش نفرط فيها كيف ما كان. شو هي المكامن؟ اللاجئين الفلسطينيين. عظيم. ما هي قوة حزب، ما هي قوة لبنان؟ مكان لبنان، إحدى قوة لبنان بمواجهة إسرائيل هي القوة العسكرية المتمثلة بحزب الله. بدنا نحافظ عليها بإطار حوار يودي لاستراتيجية دفاعية وتكون الدولة موجودة. لأنه اليوم أستاذ اليوم بظل وضع الجيش اللبناني، نحن نتمنى أن تقوم كل الدول وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الجيش بالسلاح مكمن النوعي. القوة الأول بس طالما هذا الشيء ما هو موجود كيف بدي دافع عن لبنان؟ مكمن القوة الأول في لبنان هو قوة حزب الله والوحدة الوطنية. عظيم عظيم. لحظة شوي، أنا بدي أحطه وراء بعضهم لأنه الوحدة الوطنية أساس لا تحمي هذه مكمن القوة. لكن هذه الوحدة لا تجمع على أنه حزب طيب الله. طيب كيف منروح على الحل؟ بالحوار. تفضل. بدك تجيبها إسرائيل، بتجيبها أنت كلبناني اليوم، كإنسان لبناني شاطر بالصناعة، شاطر بالاقتصاد، شاطر بكل المجالات. أنت يمكن المكون الوحيد بالعالم يلي بتقدر تضاهي إسرائيل وتنافسها على صعيد السياحة، على صعيد الاقتصاد، على صعيد المصرفي، على كل هالأصعدة. اليوم لبنان قوي اقتصادياً، هو الخطر الكبير على إسرائيل، مش بالعسكر وبالسلاح، بالاقتصاد، بالانفتاح. نحن اليوم وين نحن يعني عم نكون أعداء لبنان. نحن اللبنانيين عم نكون أعداء لبنان. نحن قادرين اليوم نضاهي وننافس إسرائيل وننافس كل بلدان العالم. عنا طاقات، عنا علم، عنا ناس. طب كيف فيك تعمل بالانس بين القوة الإسرائيلية والقوة اللبنانية؟ يعني اليوم حزب الله يمكن هذا خطاب كمان لميشيل، مش بسلاح أكيد. بشو؟ أكيد مش بسلاح، ببناء اقتصاد قوي، بالالتفاف نحو فكرة الوطن، بالالتفاف على فكرة السلم يلي نحن بدنا نعيش فيه، لنقدر نرجع نستعيد البحبوحة والوضع الاقتصادي السليم يلي نحن بالفعل كنا سباقين طول عمرنا. طول عمره لبنان سباق بهالمجال هذا. ليش اليوم نحن بدنا نحط حالنا بجو معادي كلياً لمصالحنا كمصالحنا الوطنية قبل ما نحكي مصلحة إسرائيل؟ خلينا نشوف نحن كيف بدنا نعيش، كيف شعبنا بده يعيش. شعبنا ما بقى معه يأكل، عم بيشحد القرش. عندك اليوم 1.5 مليون أو 2 مليون سوري موجودين بلبنان، عندك كل مشاكل ربنا موجودين هون، وبدنا كمان نسمح لحالنا نفتح جبهة مع إسرائيل. جبهة مع إسرائيل. يعني طيب قدر اليوم حزب الله ميشيل أن يخلق هذا التوازن بالقوة العسكرية
بينه وبين إسرائيل؟ بموضوع القوة العسكرية مش بالضرورة أنت ما فيك تقدر تعمل توازن مع قوة عندها 300 إملي نووية ويمكن طيب. أكثر. أنت عم تعمل قوة ردع بما يتصل بحقوق لبنان. أساساً شفنا قوة ردع بما يتصل بالدفاع عن لبنان، بالدفاع عن لبنان، عن مصلحة لبنان، عن ثروة لبنان الغازية. لما كنا قدرنا وصلنا لاتفاق بموضوع الترسيم واستخراج الغاز لو ما كانت هذه القوة العسكرية موجودة، لأنه كمان ما فينا نتعاطى مع إسرائيل أنه هي حمل وديع بهذه المنطقة وهي ما بدها لا طمعاني لا بالمي تبعك ولا بالغاز. بس خليني كفي لشو عنا جيش لا بالمي والغاز. قلت لك خلوا يدعموا الجيش الأمريكان بالتحديد الولايات المتحدة بسلاح مضاد للمدرعات، بسلاح دفاع جوي. هيدي يعني مش وبالذات الوقت أكيد مش بس بالقوة العسكرية أنت بتحمي لبنان، أكيد نحن بدنا بناء دولة اقتصادية أكيد عظيم. هو طبيعي هذا الموضوع، وفي اختلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله على هذا الموضوع. أوكي. ما حدا ناكر هذا الشيء. قوة حزب الله هي للدفاع عن لبنان وحقوق لبنان ومنها حقوق المياه الإقليمية وترسيم الحدود. هل قوة حزب الله هي التي استجلبت هذا الترسيم؟ حزب الله إذا بكرة الصبح جمهورية إيران الإسلامية بتقول لهم وقفوا بيوقفوا. حزب الله ما بتاخد أوامر من لبنان ولا بهمها تاخد أوامر من لبنان. حزب الله منظومة تابعة لإيران، سلاحة من إيران، تمويلة من إيران، والقرار تبعها من إيران. خلينا نكون واضحين من الأول ونعرف أنه اليوم في عندك منظومة مش تابعة للقرار اللبناني عم تعمل يلي بدها إياه على الأراضي اللبنانية. هيدا بشكل خطر بحد ذاته على لبنان، وهون بدي حط كل يلي داعمين حزب الله تحت نقطة الاستفهام. حزب الله عم تخدم لبنان أو عم تخدم إيران؟ بدنا نعرف شو الخيار. نحن خيارنا لبنان وطول عمره لبنان، وما بدنا مش عم نطالب بإسرائيل ولا عم نطالب بأي بلد يعني، بس بدنا مصلحة لبنان بالأول مش مصلحة إيران. عظيم. ميشيل، الدفاع عن حقوق لبنان وبقوة حزب الله عملنا الترسيم، لكن الترسيم باعتبار ولا يمكن أساس كميل بيوافق ثلاثة أرباع اللبنانيين الرأي أنه لبنان استغنى عن ما بعرف كم ألف متر مربع كيلومتر مربع من أرضه، استغنى عن 29 وراح على 23. يعني هناك كان في تنازل عن مياه إقليمية لبنانية بقوة حزب الله أم تحصيل المياه الإقليمية اللبنانية وترسيم الحدود؟ أستاذ فادي، نحن ما عم نقول أنه فقط بقوة حزب الله وصلنا لهذه النتيجة، نحن عم نقول بتعاون مع الدولة اللبنانية وتحديداً وقتها مع رئاسة الجمهورية اللي كانت مستلمة الملف، تقدر توصل لأنت تدافع عن حقوق لبنان وكل لبنان، لأنه هذه الثروة منا ملك للشيعة بالجنوب أو للسنة أو للمسيحيين فقط، هذه حقوق لجميع اللبنانيين. المنطق يقول أن هذه القوة بتقدر تستخدمها، ولكن بالتعاون مع الدولة وتحت إطار استراتيجية دفاعية لاحقاً يتم التوصل إليها من خلال حوار لبناني، وبالتالي لا أحد يلغي دور الدولة اللبنانية في أن تتعاطى مع مسألة الدفاع عن أرضها. لا أحد يلغي دور الدولة اللبنانية. عم بزق عناوين. لا عم قلك إنه ما حدا طالب يلغي دور الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تاريخياً في جزء منها كان ضعيف. في جزء من أهالي الجنوب كان يتعرض لاعتداءات إسرائيلية، وبعدين إجوا المنظمات الفلسطينية سيطروا عليه، وصلت للمسار بالحرب، وبعد توقيع الطائف ومن حكم في الطائف أنه يكون هناك حزب الله بهذه القوة. فبالتالي ما حدا يجي زد مسؤوليات يمين أو شمال. نحن نقول أن هذه القوة العسكرية وأيضا دور الدولة تقدر تعمل تناغم بيناتهم في حال صار في حوار حقيقي يتفهم هواجس كل اللبنانيين، لأنه نحن ومن بين نحن عم قول كلبنانيين بدنا نفهم هواجس المسيحيين اللي ربما خائفين أو في شوية أحباط أو ما إلى هنالك عندما يرون تنظيما عسكريا مسلحا من غير طائفي أمامهم. كمان نحن بدنا نتفهم هواجس غير مجموعات عايشة على خط الخطر الدائم، وهذا ما بيتم إلا بحوار حقيقي. أما التمترس وراء طروحات مضادة وتعنت من هنا وتعنت من هناك ما رح يوصل، وهذا ينطبق على الجميع. أنا لا أقول ينطبق على فريق ولا ينطبق على فريق آخر، ولكن بدنا نقدر نتفهم بعضنا لنقدر نحاول نلاقي ركيز. لا مش عم تقدروا تفهموا الفريق الآخر حتى نلاقي ركائز. إذا بتسمحوا لي شرف.
عم ندور حوالي السجرة. أوكي. عم ندور حوالي السجرة. حوار، جربنا الحوار ما وصل لمطرح. تفاوض، جربنا التفاوض كمان ما وصلنا لمطرح. اليوم نحن بهمنا مستقبل هالبلد. لما بنشوف هديش نسبة الناس شباب مثل من جيلك أو أصغر عم بيهاجروا، عم بيحملوا حالهم يفلوا من هالبلد لأنه شافوا أنه الأفق مسكرة كليا، شافوا أنه الدولة غير موجودة بتاتا، شافوا أنه في منظمة عسكرية تابعة لخارج لبنان هي عم توضع حالة محل هالدولة بكل المفاصل، إن كان على صعيد الأمني، على صعيد الخارجي، على كل المحاور. اليوم حزب الله عم بتسيطر على لبنان، يعني إيران عم بتسيطر على لبنان. أنت كلبناني، كلبناني ابن هالبلد، بتقبل إنه أي بلد تاني يسيطر عليك؟ طيب أستاذ، إذا نحن بدنا نروح بمسار المواجهة، هل مسار المواجهة والتصعيد والتحريض بما يمكن أن تستفيد منه أمريكا والغرب وترجع تتخلى عنا، وأنت بتعرف كثير منيح الرئيس الله يرحمه المواجهة والتحريض عن أمريكا، مسار التحريض والمواجهة، يعني أنت بدك تروح على مواجهة مع حزب الله بواقع الحالة، بدك تروح تتكل على الغرب وعلى أمريكا اللي ولا مرة التفتوا لك، ونحن بنعرف شو قالوا للبطرك الراعي الرئيس الفرنسي إذا ماني غلطان ساركوزي، انه انتم كمسيحيه لازم تجوا لعنا. طب هذا الغرب بنقدر نتكل عليه بالمواجهه؟ ما بدنا نقرا نحن الوقائع على الارض لنقدر نحفظ مصلحتنا، مصلحه اللبنانيين ومن ضمنهم مصلحه الجميع ومصلحه المسيحيين، من دون ما نتخلى عن ثوابت سياده الدوله، بس كمان ما نتخلى عن مكامن قوه لبنان. يعني كمان الوجدان المسيحي اللبناني مدعو مثل كل وجدان الطوائف بلبنان لمراجعه بثوابته اللي كان يحكي فيها قبل الحرب. ما فينا نضلنا بمقولة قوة لبنان بضعفه أنه بتحميه، لا، هذه أثبتت أنه منا ناجحة. طب عم يحكي والغرب ما فينا نتكل عليه، عم مين بدنا نتكل؟ إذا ما فيك تتكل على الغرب على مين ما تتكل؟ وبتهمكم أنه المواجهة أنتم تواجهون حزب الله وتحرضون ضد حزب الله. أنا ما بحرض ضد حزب الله، أنا عم بقول هذا بشكل عام من دون ما نطرح أشياء بديلة. نحن مش من باب التحريض، نحن عم نقول في جسم غريب بلبنان اليوم عم بيتحكم بكل مفاصل البلد، جسم غريب. بس هو هودي منو لبنانية حتى لو تحالفوا مع إيران، منو لبنانية، منو شيعة من الجنوب يا أخي. بدك لا انتبه يعني. انتبه، انا الطائفة الشيعية يمكن لها كل الاحترام. ما تروح على النقاش الشيعي، لا انا عم روح على نقاش حقيقي، على بالسياسة، لا عم ناقش بالواقع بالسياسة. يا أخي انا بدي مشروع لبناني، أنا مع مشروع لبناني مطروح لبنانياً لمصلحة لبنان، بقول لك على راسي وعيني اللي بدك إيه وحبة مسك. بس تجي تقول لي مشروع غريب من خارج لبنان ما بيصب بمصلحة لبنان وعم بيعمل لك مشاكل داخلية وعم بيهمش لك الدولة وعم بيهمش لك دور الجيش اللبناني يلي بدي ذكرك كان قائده الرئيس ميشيل عون. لا مش ما في داعي تذكرني، ذاكر كتير، بس بدنا نشوف مين بيسلحه. طيب. وين هالجيش؟ مين بيسلحه؟ الجيش مسلح، والجيش خي مسلح ضد مين؟ لك هذيك المرة عملوا قوس بالام 16 بالعدايسي إذا ماني غلطان، قاموا الأيام بالكونغرس. إذا بتسمح لي. مع ام 16 يعني مش على. إذا بتسمح لي، إذا بتسمح لي. الجيش اللبناني عنده كل المقومات يقدر يستلم الأمن، شرط إنه يكون في الطقم السياسي وراه يكون دعمه. الجيش ما بيقدر يتصرف بدون قرار سياسي. لما السياسيين بيكونوا ساكتين وما عم بيفتحوا تمهم وما عم بيعطوا صلاحيات للجيش يتدخل بمناطق معينه، الجيش مكتف الايادي وقاعد. بفرنسا بيسموها لا جراند ميت. نحن مع الجيش. بس شوف الهبة الروسية، اجت روسيا بدها تقدم هبات ما قبلوا. يا اخي عنا سلاح وعنا مدفعية وعنا كل شيء، عم بحكي تنحمي حدودنا، مش عم بقلك تنروح نحتل تل أبيب وورشليم، عم بقلك تنحمي حدودنا، عنا عدد كافي وصدقني مكلفيننا مصاري الله. طيب خلينا نطرح سؤال لو سمحت استاذ كمين، خلينا نطرح سؤال. حزب الله هو قوة لبنان، هذه القوة جزء من قوة عظيم، هي على رأس القوة، طول بالك الوحدة الوطنية وكذا، هذا كله شعارات وجيش اليوم حزب الله هو أبرز قوة لبنان، لكن هذه القوة ماذا استقدمت إلى لبنان من 2006 وال 2024-23؟ خبرني أين القوة وأين الدفاع الذي مارسه حزب الله
لحماية لبنان. أول شيء أستاذ فادي أنا ماني محامي دفاعا، لا بس عم ناقش بالفكرة يلي حضرتك عم تحكيها. أوكي، بس أنا عم قلك أنا اليوم كلبناني بدي جرب مروع على فتنة داخلية، وبالوقت ذاته بدي جرب أحمي لبنان. ما حدا عم يحكي عن فتنة داخلية، ما بدي جرب استدرج تدخل. ليش عم تحكي عن فتنة؟ لا نحن عم نحكي عن قوة. لحظة شوي، نحن عم نحكي عن فتنة، ما تشوف الصورة الشاملة. نحن عم نحكي عن قوة لبنان ضد إسرائيل. بعدين بدي رجعك إلى 2006، ما أنا حافظ وقتها 2006 مزبوط. تتذكر وقت النداء الزرقاوي بالعراق شو حكي، وقديش ربط الفتنة السنية الشيعية بالعراق، واللي شفنا شو عملت، كيف دمرت العراق، ومين كان عم يرعاها، وشفنا شو كانت مخاطرها بلبنان. خليك بلبنان. لا عم قلك بلبنان. بال 2006 شو صار؟ كان في حرب إسرائيلية بقرار أمريكي ضمن حدود لبنان، ولذلك وقفنا كلنا مع حزب الله دفاعا عن الحدود اللبنانية، وكي لا يكون مشروع المحافظين الجدد في ذلك الحين أن يكون على دمائنا، وليس فقط دماء مقاتلي حزب الله، على دماء جميع اللبنانيين. هذا نحن بدنا نحطه براسنا. بس يا عمي قال السيد حسن نصر الله لو كنت أعلم، يعني إسرائيل خيي حتى لو بدك سبلها لإسرائيل بسبلها، ليش بدك تروح تفتش فيها؟ تعرف من أمتى متاخد قرار الحرب؟ تعرف من أين بغض النظر الحرب الأمريكية؟ طيب شو عملنا؟ ما هو الانتصار الذي حقق ولي عهد النمسا؟ ما كان صار في لو ما صار في اغتيال ولي العهد النمسا ما كان صارت الحرب العالمية الأولى، لو ما صارت بصة عين الرماني ما كان صارت الحرب اللبنانية. نحن بدنا نشوف الدوافع الكبرى ولا بدنا نشوف الأمور مثل ما هي؟ أنا واجباتي أحمي بلدي. كيف أحمي بلدي من الفتنة؟ احمي بلدي بوجه اسرائيل، احمي بلدي بوجه الاستثمار الغربي. شفنا بسوريا شو عملوا، شو عملوا بسوريا الغربي. بدك تحمي بلدك من التدخل الخارجي اولا، لنقدر نحن كلبنانيين قادرين نعمل بلد، وعملناه، عملنا لبنان مناره للشرق الاوسط لما كنا نحن بعدنا مش متاثرين بالفلسطينيه يلي اجوا عنا بسلاح وبلشوا يتمرجلوا على اسرائيل، من جيش الاحتلال السوري اللي دخل على كل بيت لبناني وجعل فتن بين الكل. بأي ظرف كان هذا الازدهار؟ يا أخي هودي ظروف، لأنه نحن سمحنا للأجنبي يجي يتدخل بشؤوننا، وبعدنا عم نسمح له، وبعدنا عم نطيب له، وبعدنا عم نعمل معه اتفاقات مرمر مخيل وأكثر. اتفاق مرمر مخيل مع ما بقى فينا ما بقى فينا نسمح لحالنا هالشيء. كل الأجنبي، كل التدخلات الأجنبية. طيب يا أخي الأجنبي، بس 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 رح أقول لك شغلة، أنت كيف بدك تظهر من هالمصيبة؟ ما خلينا نحكي نحن كلبنانية بمواجهة ولا بحوار؟ الحوار ما عم يحكي انه حزب الله هو قوه لبنان وهو الذي يدافع عن لبنان. قلت لك احد، خليني كفي سؤال. جبران بيسيل بعظمه لسانه ويقول يلي بيقبض من برا بنفذ برا، مثل ما قال كميل شمعون. اين قوه لبنان في حزب الله، وكيف لبنان يدافع عن، كيف حزب الله يدافع عن لبنان فيما رئيس حزبك بيقول هذا الحزب يقبض من الخارج وينفذ أجندة الخارج؟ هلا بدك تعلمني على رئيس حزب شو عم بيقول؟ لا مش عم علم لك، يعني عم بيقول بالمنطق يلي عم يحكي فيه كميل شمعون. بعدين كيف وين قوة لبنان؟ بس لا أقول لك شغلة قوة لبنان، برجع بقول لك نحن لو عنا جيش قوي ما كنت بحاجة أنا لحزب الله. جيش قوي بكل ما للكلمة من معنى، مسلح جيدا بأسلحة دفاعية، وإذا بتجيب أي عسكريين هون ممكن يحكوا بهذا الموضوع. بس أنت قدام خطر مش بس على لبنان، على كل الدول، على كل الدول العربية. بس أنا عم قلك أنت بدك تحافظ على الحد الأدنى من مكامن القوة تبعك لتدافع عن حقوق لبنان حصرا. أنا ما عم قلك ما تأخذني عم تستهتر كتير بالجيش. أنا عم بستهتر، أنا الدول الغربية اللي عم تستهتر بالجيش. أبداً، جيشنا عنده أحسن. أنا شرف الجيش اللبناني. لكن بس بدي أشوف شو في عنده سلاح. ليش فإذا وقت أجوا قدموا بال2000 إلى أي مدى قوة وزير دفاع الياس المر وقت قدموا طيارات الميج والمدافع 122 وصواريخ مضادة للدبابات، دبابات هودي بغارة واحدة بروحه يا ميشيل، إنه سألنا خبراء، سألنا خبراء عسكريين هيدا الميج وميج هيدا. طيب أعطي كورنات وأعطي صواريخ مضادة للطائرة. لا تنحكي جديا، لا بدنا نحكي واقع، تنحكي جديا. خلينا نشيل الجيش عجل، الجيش كتر خير الله
بعده المؤسسة الوحيدة اللي واقفة على إجريها بهالبلد وبنجلها لكل كل اللي عم هاجمه. أنا بدي أدعمه بس أنا عم أقول أمريكا تسلحه. يا خي بتسلحه ضد مين؟ تسلحه فيها مسلحينه تيحمي حدودك عنده. كيف يحمي الحدود؟ تيحتل إسرائيل ما عنده. ما حدا بدي يحتل إسرائيل يا أخي. ما عم بقول لك تيحمي الحدود 80,000 عسكري مع العتاد اللي عندهم إيه كتر خير الله بيقدروا يقوموا إذا جنب السياسي بيقول له تفضل. إذا طلعت درون شو بيعمل؟ بأي درون؟ يا ميشيل يا ميشيل ليش بدها تطلع درون خي؟ ما عم تطلع. ليش بدها تطلع؟ شو أنا عم طلع؟ لا أنا عم طلع درون. درون جاي تضرب حزب الله 8 أكتوبر 2023 بس ما بيضرب الجيش إذا دافع حسين. طيب ليك صار في تقاطع أوكي بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية وبين المعارضة ككل بمرحلة من مراحل الانتخابات الرئاسية. هون خلينا نحكي إيجابيا. جينا اتفقنا على شخص اسمه جهاد أزغور، يمكن ما بيمثلني كتير يمكن ما بيمثلك كتير بس اتفقنا على هذا الشخص. شو كانت النتيجة من محور الممانعة لما قالوا لنا اتفقوا انتوا بين بعضكم كأطراف مسيحية وجيبوا رئيس جمهورية اتفقوا اتفقوا على رئيس اتفقنا وجينا قلنا تفضلوا هذا الشخص. شو صار؟ شو كان الانعكاس من محور الممانعة يلي هن تابعين مباشرة لحزب الله؟ غادروا الصالة، أنا كنت موجود، غادروا من بعد ما كان هذا غادروا الجلسة وأورفوار إميرسي مثل ما صار مع ميشيل معود مثل ما صار مع أي شخص اللي كان. يعني اليوم عم بيقولوا لك يا بتاخد الرئيس يلي نحن عم نفرضه عليك يا ما في رئاسة للجمهورية. عظيم. نحن رفضين الفرق. هاي ما دخلها بإسرائيل ولا دخلها بالحرب بغزة. هذا ملف داخلي وتقطعنا على الرفض. طيب كيف بدنا نواجه هيدا الرفض؟ عم نواجه الرفض بس بدنا نضل نتصلب ما نروح على خطط بديلة كمان؟ خبرني مين عم بيتصدى؟ طيب أنت منك بحاجة لرئيس؟ منك بحاجة عم قلك أكتر بدي رئيس جمهورية وأكتر وبدي أرفض مرشح الفرد ورافضه كان جبران باسيل أول واحد لما تسمية لما العماد عون خلص عهده انتهى عهده للعماد عون. عم قلك كان رافض الفرد شو بيقلنا بس نحن ما بدنا تلقيله وين الإصلاح والتغيير الشعي. بيقلنا الإصلاح والتغيير نحن كان بدنا إيه بس ما خلونا بس ما ذكر مين يلي ما خلوه ولو ما قال 100 مرة إنه حزب الله وحركة أمل والرئيس نبيه بره شو عال 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 معناتها بس كيف بدنا نواجه الفرد يا أستاذ؟ بدنا نتحد وبدنا نقول إنه هيدا الشيء هيدا جسم الغريب مرفوض شيعيا ومسيحيا وسنيا ودرزيا. هيدا الجسم الغريب مرفوض مفروض علينا بس مرفوض بقى لازم يعرفوا الجماعة. هذا غير موضوع مفروض لأنه ما حدا رفضه لأنه لو ما الشيعة قبلانين بحزب الله كان راح من زمان. مين وينك وين هذا غير موضوع كل المحاولات الأمريكية خلينا ناخذ بريك لو سمحتوا. لا خلينا نحكي بالرئاسة رح نرجع على الرئاسة بعد ما خلصت الحلقة. مشاهدينا بريك قصير ناخذ بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيوفي النائب كميل شمعون رئيس حزب الوطني الأحرار وميشيل أبو نجم رئيس تحرير موقع التيار الوطني الحر ومنسق لجنة الإعلام. طيب رح أعطيك الحكي. كان عم يحكي أنه المسيحيون والمعارضة تقاطعت على جهاد أزعور لكن الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله قاطعوا الجلسة وأسقطوا هذه المقاربة علما أن الرئيس نبيه بري قال لهم للمسيحيين روح اتفقوا وأنا مستعد أعملكم جلسة وبعده لحديت هلأ. يمكن التقاطع بعده ماشي يمكن بالشكل صرنا سنة جاوبوا. سنة على الأد صح جاوبوا. عظيم. طيب أنا رافض مرشح الفرد وما بدي إياه ولا بأي شكل من الأشكال ولا أنه حدا ينقي لي رئيس جمهوريتي خارج إطار رأي المكون المسيحي فيه وخارج رأي التوافق اللبناني وإلا الذهاب إلى الانتخابات. طيب أنا بشو بواجه منطق الفرد؟ بتقاطع معهم بالتعنت
وبرفض أي شيء، برفض أي حوار إسلامي مسيحي، أي رفض أي حوار مسيحي مسيحي، ما بحكي مع حدا، ما بقدم خطط بديلة، ما بجرب أخرق هذا الجدار. إذا بلا حوار كيف ما يعني ليش بده يغيب الدكتور جعجع على سبيل المثال للحصر عن لقاء الكاردينال بارولين؟ هيك نحن منواجه الفرض، محاولة فرض سليمان فرنجية رئيس للجمهورية؟ عم تخلط بين اثنين؟ لا، راح التيار، راح رئيس التيار. لحظة شو بليز، انت كيف منواجه؟ عم جاوب، عقلك كيف عم نواجه؟ لا بس انت كبرت الرفض، عفوا ما تخزني، بس عم وسع الدائرة اكيد لحتى قلك شو العوامل. لأن اتهمتوا انه هني ضد اي حوار. لك انا عم قول بدي حافظ على هيد تقاطع وطوره، عظيم، بس كيف؟ إذا بعده البلوكاج قائم بمجلس النواب، موازين القوى بالمجلس النواب لا هو ولا أنا خلقتها، هي موجودة هيك بحكم آخر انتخابات، وربحت القوات وقوى المعارضة وما يسمى التغييريين ربحوا بشكل لا بأس به. طيب هذا الواقع قائم بمجلس النواب، أنا كيف بدي حله إذا ما بدي أخرق، إذا ما بدي روح على جلسات ودورات متتالية؟ ما عم نقول نحن بدنا نروح يا إما على توافق وإما على جلسات انتخابية، بس ما في كتف إيدي وما أعمل شيء وقول أنا بس بروح على انتخابات ومش قادر أعمل انتخابات وما جرب أعمل أي مسعى بديل. فبالتالي أنا ليش لما بروح تتحملون على تشاور المسؤولية عقلي أنتوا كمعارضة وفريق سياسي نيابي مسيحي تتحملوا المسؤولية ويحملكم تيار الوطن الحر أنه أنتوا كتفين إيديكم ما عم تعملوا ولا أي مبادرة وترفضون أي حوار؟ رد عليه. لا نحن رافضين مبدأ طاولة الحوار المسبقة للانتخابات. عشو بدنا نتحاور؟ انه اليوم نحن مستعدين نتحاور خارج المجلس، حوار حول بند رئاس الجمهورية فقط بتشاور مضبوط ولا يكون عرفا. شو وين المشكل اذا رحنا على؟ طيب خليك اول شيء ليه بده يكون شرط مسبق؟ منه نازل بأي بالدستور، ما في هيك شرط. نحن القانون بيقول لك وإذا بدنا نتجاهل القوانين يعني خلينا نعيش بالغابة وجو الغابات، بس اليوم في عندك قانون لبناني وانتخبوا كل رؤساء جمهورية لبنان حسب القانون. طيب هذا القانون بيقول لك انه بده يكون في جلسات متتاليه لما تعين الجلسه لحديت انتخاب رئيس جمهوريه مين ما كان يكون بالاكثريه. طيب نحن متأيدين بهالقانون ونحن مستعدين وعم نحضر، ومش نحن اللي عم نفل من كل جلسه ونقول انه لا خي نحن خلص غيرنا راينا. نحن ما عم نتراجع من مسؤوليتنا، وانتو كتيار وطني حر خليكم وطنيون وخليكم احرار. كنا ولا زلنا خليكم نحن وطنيون وخليكم احرار. نحن وطنيين واحرار بالفعل. طيب مش بعلاقات مع شخص. عظيم، قربتوا على الاحرار. خليكم مثلنا ولا حدا. وجهنا وتكين لازم يكون في وجه مع الكل. بس انتو كنتوا تظهروا من الجلسات صح بالدوره الثانيه؟ طبعا. بس نحن عم نقول اليوم الواقع. طول بالك. يعني بس الواقع هو قائم اليوم. طيب واقع في وصلنا. طيب ميشيل اليوم وصلنا على. طب ليك مش قادر تعمل انتخابات بمجلس النواب. طيب إذا بدنا نحكي شوية معلومات اليوم رجعت. خلي برضو. أنا بدي روح على انتخابات، بدي ألغي الفراغ. ما بدي ألغي الفراغ أنا. ما بدي فراغ. نحن متفقين أنه نرفض الفراغ ونرفض إطالة أمده ونرفض إطالة توقيته. في واقع قائم بمجلس النواب مش قادر تغيره الا بالرهان على تطورات خارجيه ما حدا بده اياها. طب ليش بده يكون ليش بده يكون في وضع بردون لو سمحت ما بدي احكي مع قوى مثل الحزب الاشتراكي وكتله الاعتداء. طب ليش حتى انه للثنائي ولغير الثنائي انه بدي اعمل انتخابات؟ ليش بده يكون في وضع قائم راهن استثنائي يجب على كل اللبنانيين ان يتعاملوا مع هذا الواقع؟ اليوم الواقع بيقول انه حزب الله حاطط فيتو على كل الناس، مصمم على سليمان الفرنجية. ما احترامنا للشخص، ما حدا يحكيني بالمطلق الا بهيدا الشخص. طيب روح على خيار ثالث، كل الدول العالم عم تيجي تقنع حزب الله، خيروه على الخيار الثالث. ليش كل اللبنانيين يتحملون المسؤولية الا حزب الله؟ بالعكس، مش عم تقدر. انا عم قلك بيتحمل مش المسؤولية. عم تقدر تقنع حزب الله انه خيه روح على خيار ثالث. أنا عم قلك في مسؤولية علي قبل غيره. الثنائي الرئيس نبيه بري، ما حزب الله يتحمل مسؤولية قبل غيره بمحاولة فرض وبالتجاسر
على محاولة فرض سليمان الفرنجي رئيسا للجمهورية. طيب عظيم. لأنه لا يمثل، بس الواقع قائم، هو ضلني أنا بطول الفراغ وبنجر للعبته، ولا بروح على تشاور وبجرب اخرق وبجرب اقول افرض شروطي وقول انا بدي جلسات مع دورات متتاليه لحتى نوصل شوي شوي لانتخاب رئيس. طب هيدي المقاربه، طب ليش هذا ليش هذا الحال ما بنروح عليه؟ يلا ليش ما بتروح عليه؟ الرئيس هون، الرئيس هون كان قدر يعمل رئيس جمهوريه لو ما صار في تحالف اتفاقيه مهرب. لا ما حدا قال ليش ما حدا، بس هي سياسه تفاهمات اكيد. اوكي خليك في خليك في تواصلك تواصلك على تدريجيا. نحن انشأنا وأبينا مجبورين ببعضنا، مع حسناتنا ومع سيئاتنا، مجبورين ببعضنا إذا بدنا نرجع نبني هالبلد، وإذا بدنا نضلنا نحن كمجتمع مسيحي موجودين هون. ما تأخذني عم بحكي مسيحي لأنه المسيحي، لأنه المسيحيين هن أساس، المسيحيين أساس هالبلد والضمان لهالبلد. ونهار اللي بيكونوا المسيحيين موحدين قلب واحد، مش تنعمل حروب بس تننقذ هالبلد، أوكي هون صدقني في مراجعة حسابات عند الكل. وعم بحكيك عن المكون السني والمكون الدرزي، وكلهم نهار اللي نحن بنكون قلب واحد ومتفقين كلهم بيمشوا معنا. عظيم. بيبقوا عظيم. يمكن هودي يلي عظيم. يلي خارج المشروع اللبناني اللي أنا وياك بدنا إياه، هودي يمكن هودي يبقوا برات اللعبة، بس كل الباقي بينضموا، لأنه كل الباقي بيكونوا عارفين إنه ماشيين على أسس بناءة ما حدا رح يخوزق. طيب عظيم أستاذ، إذا نحن متفقين على الحوار المسيحي الداخلي ومن ثم ننطلق إلى حوار لبناني وأن ننطلق إلى تطوير هذا التقاطع أو أي تفاهم ممكن يكون، ليش رئيس القوات عم يرفض كل المبادرات وكل اللقاءات ونازل بيانات 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 كل ما حكينا كل ما أو ما حكينا بياناته ضد حزب الله ما عم يتوجه؟ لا بالعكس، كل مرة بيانات من دون ما نكون نحن حكين كتيار بتلاقي هجوم على التيار. هلا هو رئيس حزب الوطني الأحرار، سأل حدا من القوات خيلة شو عم تسأل؟ أنا هو بس إنه فيك تجاوب. أنا رح أقول لك، رح أقول لك وعن جد ما بده حوار، ما بيرفض المبادرات. بدي حوار، بدي حوار مسيحي مسيحي. ممتاز. يلا. مروري يكون ببكركي. أنا بدي يكون عندي على صدقه إذا بتحبوا يعني نيوترال جراوند، ولا بمعراب ولا بمشاهد. يلا حط لنا شو برنامج بدون شروط، بدون شروط، بدون شرط، وحياتك. بس أكيد أنه نحن ما بنرفض أي حوار أي طلب. بقى دعوة مفتوحة وبقول لك إياها على الهواء، لأنه عن جد شبعنا. الشعب اللبناني ما بقى يتحمل بقى تجاذبات، الناس قرفت، وأنت بتعرف هالشي إذا عايش مع الناس بتعرف قديش قرفت. بقى خلينا نبلش مرحلة بناءة وخلصنا بقى من الولدانية. طيب أنا بقول لك هلأ نحن جاهزين، جيب موافقة من القوات من هلأ. أنا عم بقول لك على الحوار. يلا أنا عم بقول لك إنه تحصيل حاصل إن شاء الله من أجل لبنان، إن شاء الله من أجل من أجل من أجل من أجل لبنان يلي كلنا مضحيين كرماله، إن كان جسدياً أو روحياً أو مالياً أو اللي بدك إياه، نحن مستعدين. شو يعني تحصيل حاصل أستاذ كميل؟ تضمن لقاء بين القوات، مش على مستوى النواب، لأن بيقولوا اثنيناتهم بيقولوا لك إنه نحن حزب الأحرار، حزب الأحرار وبيت شامعون، وبيت شامعون خاصة. أوكي. طول عمرهم جمعوا الكل، وبعدنا مستعدين نجمع الكل، نبلش من الداخل المسيحي وصولا لكل شيء في عنا ناس بنعرفهم وبنحترمهم وبيحترمونا من خارج السردية المسيحية. بس نحن مستعدين لأنه البلد ما بقى تحمل. نحن اليوم عم نحكي عن حرب بيننا وبين إسرائيل، يمكن تنتهى بكرة باتفاقية مع هوكشتاين، وهذا ما بتعرف شو بيصير. بس نحن بدنا نفكر للبعيد، بدنا نفكر للمدى الطويل، ما نفكر كيف بدنا نضلنا بهالبلد وكيف بدنا نحافظ على أبنائنا وكيف بدنا نوقف هالهجرة المدمرة لكل عائلة لبنانية. ما عم بحكي بس بالنسبة للمسيحية. بقى هون عن جد اليد ممدودة، وبقول لك أنا بقناعتي إنه إذا بدنا نحكي بمشروع بناء كلنا حاضرين. شو هو المشروع؟ اليد الممدودة نحن وأكثر. على أي حوار، على أي تلاقي، على أي تفاهم، لكن صار في عدم ثقة
باتجاه بين القوات وبينكم، يعني على خلفية المعاهد السابق أو اتفاق معراب، والقوات اللبنانية تتهم التيار الوطني الحر بالخروج من هذه الاتفاقية في عدم ثقة. في طريق غير طريق الحوار، غير طريق إنه نقعد مع بعضنا. برجع بقول لك نحن كتيار وطني قادرين اليوم نضلكم حافظين، ما نرفضين نقعد مع أي طرف لبناني. طيب شو ما أطلق مبادرة كميل شامو، طيب ما قلت لك أنتم كتيار وطني الحر نرحب بأي مسعى حواري، لكن كلمة هيك طلعنا على بكركي. عظيم، نرحب بأي مسعى حواري، لكن نحن نلتزم بأي اتفاق يتم التوافق عليه. أولى إذا صار في اتفاق شو يعني كان في مبادرة، كان في لقاء، كان في لقاء ببكركي بين الأطراف المسيحيين برئاسة نحن المطران. إيجابيين وعم نشارك أبو نجم يعني وعم نشارك بكل اللقاءات، لكن في بند المقاومة لم التيار الوطني الحر لم يوافق عليه. يعني كان في ورقة، مش بس التيار، ما كمان بكركي معنية إنه تدرس هذا الأمر وتشوف كمان انعكاساته، لأنه وثيقة بكركي أساس فادي مش بس يجب أن تكون بين المسيحيين، هي بين المسيحيين أولا، بس قيمتها وقيمة بكركي وما تمثل بكركي من قيادة الشرعية التأسيسية للكيان اللبناني لتكون منطلق لحوار لبناني. تمشوا أنا عم بحكي مع كل احترامي لبكركي، أنا عم بحكي مبادرة بين الأحزاب، يعني عم بدي أذكرهم، أهلا وسهلا طبعا بالتيار، اهلا وسهلا بالقوات، اهلا وسهلا بالكتائب اللبنانيه، اهلا وسهلا بالمرضى اذا بحبوا، ونحن مستعدين نفتح هيك قلوبنا بدون ما نرجع للماضي الاليم وبدون ما نرجع على الجروح يلي كلنا عينينا منها. خلينا نفكر بلبنان الجديد يلي بدنا اياه، يلي كل واحد منا بده اياه، والله رح يبطل في حدا بالاخر، صفي قاعدين عم نلعب خارج لبنان. لا نحن باقيين هون استاذ. انا بدي اقول لك شغله، في محاضره بلندن عملها الجنرال عوند بسنه 2000، نعم، عنوانها الحوار طريق الخلاص. نحن نؤمن بهذا المنهج، من يمد يده للحوار نحن جاهزين على اي بند، على اي قضيه، على كمين. اي شيء له علاقه بمصلحه لبنان ومستقبل لبنان. تعتبر انه الاحزاب المسيحيه كافه تتحمل كل المسؤولية، وهذه الأحزاب المسيحية ليس لديها رؤية لأي لبنان تريد؟ نعم، عنا مشكلة، عنا مشكلة، لأنه كل واحد بده يفصل لبنان على ذوقه، وبدنا نشيل على جنب الأنانية، وبدنا نقول عن جد البلدان يلي مثلنا. وعم برجع شوي للمشروع الأساسي اللي نحن طرحناه، ويلي بآخر مؤتمر عملناه نحن طرحنا نظام اتحادي للبنان. الاتحاد منه انفصال، الاتحاد هو السبيل الوحيد يلي اليوم نقدر نحن كشرائح من هالشعب اللبناني نقدر نتفق كيف بدنا نعيش وعلى أي أساس بدنا نعيش. تاليوم تجي جزء من الشعب اللبناني أو طائفة من طوائف لبنان تهيمن على الساحة السياسية وتتملك هي بقرار هالبلد، هيدي مش مقبولة ولا مسيحيا ولا سنيا ولا شيعيا ولا درزيا. نحن كلنا أبناء هالوطن، كل واحد له حق يعيش على طريقته، وهذا الطرح تبعنا كمان بحب وجهه للكل، لأنه هيدي ندوة بدنا نلاقي حل. يمكن نحن مش حاملين الحل، يمكن غيرنا عنده حل أحسن، بس تفضلوا نشتغل على هالموضوع، لأنه لو جبنا رئيس للجمهورية اليوم، وهذه تنحكيها علنا، رح نجيب رئيس جمهورية رح يكون مكبر الإيدين من أول الطريق. ميشيل عون يلي كان عنده أكبر كتلة نيابية بمرحلة معينة، كان عنده عدد وزراء كمان كتير كبير، كان عنده الجيش، كان عنده كل المكونات بين إيديه، ومع هذا وكله ما قدر أنجز يلي كان بده ينجزه بعهده. بقى اليوم بسبب شو؟ لأنه مشي لوحده وما عاد في عنده بقية المكونات المسيحية تدعمه. هيدي بقولها معليه، عم بقولها جديا، لأنه لوحده ما بيقدر، ولا مكون لبناني ولا حزب بيقدر يكفي على انفراد. اليوم نحن بحاجة لبعضنا. لما كان عنا الجبهة اللبنانية، هل الجبهة اللبنانية كانت لحزب الأحرار أو كانت لحزب الكتائب
أو لأي مكون تاني، كنا كلنا مجموعين ضمن جبهة معينة، وكنا كلنا نتبادل الآراء ونستشير بعضنا تناخد أي خطوة اللي لازم ناخدها. عظيم. اليوم هذا المطلوب إذا بدكم نرجع نجلس هالبلد. ما في شك أنه اليوم النظام السياسي المبني على اتفاق الطائف بثغراته الكتيرة وصلت أنه رئيس الجمهورية لا يكفي لوحده ولو كان عنده قوة تمثيلية أنه يعمل التغيير المنشود لمصلحة لبنان. وهذا نحن حكيناه وقلنا في عنا طرحين أساسيين للخروج من هذا النفق. اللامركزية بكل ما للكلمة من معنى للامركزية، ما هي ما في شيء اسمه موسسة بدك تجي يعني انه على كل شيء يعني مالية وإدارية ولامركزية، يعني فيدرالية بلاش كادو فيدرالية نظام سياسي. ثاني شغلة أن تخرج من الأزمة المالية والاقتصادية باقتراح صندوق الائتماني لإدارة أصول الدولة. أوكي، يعني في عندك خطين، واحد على مستوى النظام، واحد على مستوى الاقتصاد والمال. وكمان في شغلة كتير مهمة، إنه اليوم في ثغرات تبع الطائف اللي فرجيها الطائف من المهل على رئيس الجمهورية ولا وجود مهل على تشكيل الحكومة، هذه بدها كمان معالجة ليقدر هذا النظام يشتغل. ما بيسوى ضل رئيس حكومة مكلف سنة وما يقدر يشكل حكومة من دون ما يكون في حل، وحتى مهل كمان لانتخابات رئاسة الجمهورية. بس خلينا نبلش نحن، لأنه أي نظام سياسي تعليقا على موضوع الفيدرالية بده يكون في توافق لبناني حول. عظيم. طيب، واذا هذا النظام السياسي بينطبق على مصلحه لبنان وبقادر يتطبق على لبنان ولا لا، خلينا نبلش نحن نضغط باتجاه اللامركزيه، يمكن نشوف سيئاتها ويمكن نشوف منافعها. هيدي تكون بدايه وبحث اي ثغرات في النظام السياسي. بس نحن عم نحكي عن نقطتين، اللامركزيه والصندوق الائتماني. نعم. يعني ببدايه الازمه قال له جبران باسيل السيد نصر الله اعطيني هاو اثنين وخود سليمان الفرنجي، لانه ساعتها بتعمل تغيير جذري بالنظام. لان عظيم حزب الله بوقتها وعند يعني بس مسكوا مثل ما بيقولوا على ايده الموجوعه بيعطيه سليمان الفرنجي وبيعطي اللامركزي والصندوق. حزب الله يعني لم يوافق. على اي اساس ستاتي بتضلك بحزب الله باختلاف انت وياه؟ عظيم. على اي اساس قادرين نوصل الى تطوير في النظام من خلال اللامركزي اذا بدك قبل ما نروح على الاتحاديه؟ بدك تضلك تعمل قوة ضغط. عظيم. بدك تضلك تفرجي مساوئ هيدا النظام. بدك تفرجي انه وقتها ما بيكون في لا مركزيه شو بيصير. وهيدي مره شفنا نموذج بدوما بالسياحه. شو بدك ب 30 ثانيه كيف التطور ممكن يكون موجود والازدهار؟ خلص وقتي. بدك تقول شيء بعد استاذ كمال؟ نحن الدعوه مفتوحه. منيحه كثير. ومن الدعوه مفتوحه بدها مبادره، بدها اتصالات، بدك تبلش تليفوناتك. اوكي. نحن لا لا صار شيء من هالنوع. اوكي. يعني ما 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 مش جاي من العدم. لا مش جاي من الصفر. مش أوكي. عظيم. مش من طلق من وفي الصفر. في ايجابيه من كل الاطراف. في ايجابيه وبتمنى انه نوصل على قريبا على هيك تقارب جدي اكثر. شكرا لك النائب كمال شمون رئيس حزب الوطني الاحرار ميشيل ابو نجم، رئيس تحرير موقع التيار الوطني الحر ومنسق لجنه الاعلام. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا تحت الحلقه، تابعونا بحلقات لاحقه. الى اللقاء.